توجيهات إماراتية صارمة بسحب كافة قوات المشتركة من الساحل الغربي إلى هذه المحافظة اليمنية الهامة. لنشاهد التفاصيل. كشفت مصادر عسكرية مطلعة في الساحل الغربي عن توجيهات مفاجئة وحاسمة صدرت بسحب كافة قوات ومعدات القوات المشتركة من الساحل الغربي إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقالت المصادر أن دولة الإمارات أعطت توجيهات لكافة وحدات القوات المشتركة من جبهات الساحل الغربي وإعادة التمركز في مدينة عدن وسيئون وشبوة وحضرموت. ورجحت المصادر أن حصول قوات الحوثيين على معلومات استخباراتية هامة ووثائق سرية عن طارق صالح والقوات المشتركة هي السبب الوحيد وراء هذا القرار المفاجئ. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن القوات المشتركة لم تعد في مأمن بعد تسريب معلومات ووثائق عن خططها وتحركاتها العسكرية والحربية واللوجستية في جبهات الساحل الغربي، وأشارت إلى أن تسريبات تلك الوثائق كانت سببا في مغادرة طارق صالح لجبهات الساحل الغربي بشكل مفاجئ باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، لا سيما وأن حياته أصبحت في خطر كبير جدا في حال بقي في مدينة المخا الساحلية التابعة إداريا لمحافظة تعز بعد تسريب معلومات تفيد بوجود انتشار الخلايا الحوثية في الساحل الغربي والتي أصبحت تراقب كل تحركات وخطط طارق صالح العسكرية نتيجة اختراق استخباراتي حوثي كبير لقيادات مقربة من طارق صالح في المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية.